خضروات وفواكه تزرع في شهر مايو. أولا الطماطم، الكوسة، ممكن نزرع كمان الخيار، كمان نقدر نزرع بذور الفلفل. الفول الصويا أيضا يزرع في شهر مايو. أيضا البطاطا الحلوة تزرع في شهر مايو. الكزبرة، الفول السوداني، الفجل، النعناع، البنجر أيضا يزرع في شهر مايو. القرع العسلي أو اليقطين، بذور دوار الشمس. الفاصوليا، أيضا يمكن زراعة الشمام. شتلات الباذنجان أيضا تزرع في شهر مايو، أيضا بذور البطيخ. البامية تزرع عن طريق البذور. والملوخية، كما يمكن زراعة شتلات الخس. والأرز أيضا يزرع في شهر مايو. القرنبيط وشتلات الكرنب أيضا، كما يمكن زراعة الكركديه.